السؤال الآن، ما هي مجموعة الأعداد التي ينتمي إليها العدد 8؟ وهذه حقا مراجعة جيدة لمجموعات الأعداد المختلفة التي تحدثنا عنها. إذن المجموعة الأولى التي سنأخذها بالاعتبار هي مجموعة الأعداد الطبيعية. إذن الأعداد الطبيعية وهي في الواقع الأعداد التي يمكن عدها ولا تشمل الصفر، ونحن نتكلم عن مجموعة الأعداد التي يمكن عدها، مثلا 1، 2، 3 وهكذا. ومن الواضح أن 8 هو عدد طبيعي، لأننا يمكننا أن نعد حتى 8 ويمكن أن نعد 8 عناصر. إذن 8 يعتبر جزء من الأعداد الطبيعية، إذن هو عدد طبيعي. يمكن الآن أن ننتقل للمجموعة الثانية وهي الأعداد الكاملة. الأعداد الكاملة إذن هنا تأتي بعد الأعداد الطبيعية، إذن علي أن أقول الأعداد الطبيعية وبعدها نصل للأعداد الكاملة. فالأعداد الكاملة تعتبر كالأعداد الطبيعية لكنها تشمل الصفر. الآن لدينا 0, 1, 2, 3 وهكذا. إذن كما هو واضح فإنها تشمل 8، فيمكنك في نهاية المطاف الوصول إلى 8 هكذا عن طريق عد جميع الأعداد الكاملة، أو بكلمات أخرى فهي مجموعة الأعداد غير السالبة، حيث تعد 8 واحدة منها. دعونا الآن نوسع مجموعتنا وننتقل إلى الأعداد الصحيحة. دعونا نفكر بالأعداد الصحيحة. الآن هي جميع الأعداد والتي تبدأ ب حسنا يمكنك العد بطريقة تنازلية، ومثل ما تعكس -3 -2 -1 0 1 2 3. ومن الواضح أيضا أن 8 تنتمي لهذه المجموعة، فيمكنك الاستمرار بالعد حتى تصل إلى 8 في الواقع. الآن اسمحوا لي أن أضع صح هنا. بشكل عام لدينا الأعداد الصحيحة التي تحتوي على أعداد موجبة وسالبة والصفر، وإذا هذه الأعداد الصحيحة. والأعداد الكاملة تعد جزء من الأعداد الصحيحة. الأعداد الكاملة جزء من الأعداد الصحيحة، أو هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة، فيمكن رسمها هنا هكذا. هذه هي الأعداد الكاملة، وباستبعاد الأعداد السالبة هذه هي الأعداد غير السالبة، الأعداد الصحيحة غير السالبة. الآن الأعداد الطبيعية هي جزء أيضا من هذه، هي مبدئيا كل شيء. الشيء الوحيد في الأعداد الكاملة وليس في الأعداد الطبيعية هو الصفر، إذن هنا المساحة المظللة قد تشير إلى الصفر، ولكن دعوني أوضحها أكثر. هذه الدائرة عبارة عن الأعداد الكاملة، ومن ثم لدينا الأعداد الطبيعية ممثلة هنا. والأعداد الطبيعية ممثلة هنا، العدد 8 ينتمي لها، أي للأعداد الطبيعية، فمكانه يكون هنا، بالإضافة إلى أنه ينتمي للأعداد الكاملة والأعداد الصحيحة. سنستمر بالتوسع ونتحدث عن الأعداد النسبية. إذن الأعداد النسبية، وهي الأعداد التي تمثل بصورة عدد صحيح على عدد صحيح آخر، أي نقول مثلا أن 8 يمكن تمثيل 8 بنفس الطريقة، حيث يمكن أن نعبر عن 8 ك 8 على 1، أو 16 على 2، ويمكن أن نستمر لنصل إلى 32 على 4، أو يمكن تمثيله بمجموعة من الأعداد على أعداد أخرى بحيث أن هذه الأعداد هي أعداد صحيحة. فيتكون العدد النسبي، وفي الواقع كل هذه الأعداد هنا هي أعداد نسبية، لذا دعوني أن أرسم. إذن هذا كله مجموعة جزئية من الأعداد النسبية، أي أن 8 ينتمي إليها، أعني الأعداد النسبية بكل تأكيد.
إذن الآن ماذا بالنسبة للأعداد غير النسبية؟ الأعداد غير النسبية، حسناً، بحسب التعريف فإن الأعداد غير النسبية لا يمكن التعبير عنها بهذه الصورة، أي صورة عدد نسبة إلى آخر. وبالطبع فإن العدد النسبي لا يمكن أن يكون عدد غير نسبي، إذن 8 لا تنتمي لمجموعة الأعداد غير النسبية. فالأعداد غير النسبية يمكن أن نمثلها بمجموعة منفصلة هكذا. هذه المساحة هنا ستكون للأعداد غير النسبية، الأعداد غير النسبية، و الأعداد النسبية لا تنتمي للأعداد غير النسبية، فالأعداد غير النسبية منفصلة عن باقي المجموعات كما ترى هنا في الرسم. السؤال الآن، هل الثمانية جزء من مجموعة الأعداد الحقيقية؟ إذن الأعداد الحقيقية، الأعداد الحقيقية هي عبارة عن كل هذه بالإضافة لمجموعة الأعداد النسبية وغير النسبية. إذن هي عبارة عن كل هذا، كل هذا هنا، كل المجموعات مجتمعة معا. إذن 8 بلا شك تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، وضمن الأعداد الحقيقية يكون إما عدد نسبي أو غير نسبي. إذن فإذا كان نسبي بالتالي يكون عدد صحيح وكامل وطبيعي وعدد حقيقي، إنه إذن بلا شك ينتمي للأعداد الحقيقية. الآن ما هي الأعداد غير النسبية؟ هل يمكن لأي عدد أن يكون غير نسبي؟ مثال على الأعداد غير النسبية أو المثال الأكثر شيوعا هو الباي بهذا الرمز، و باي هو عبارة عن 3.14159، والذي يجعل من هذا العدد غير نسبي أننا نلاحظ من الأرقام فيه هو أننا لا نستطيع تمثيله بصورة نسبة أو تمثيل نسبي للأعداد الصحيحة. ونلاحظ بنفس الطريقة التي نمثل بها الأعداد النسبية، هذا الجزء هنا غير متكرر، وإذا كان مكررا فيكون بإمكاننا تمثيله بصورة نسبة أعداد صحيحة كما فعلنا في عروض أخرى. إذن هذا الجزء غير مكرر وأيضا غير منتهي، أي يكون لدينا عدد غير منتهي من المنازل على يمين الفاصلة العشرية، فهذا يعد مثالا على الأعداد غير النسبية. أتمنى أن هذا المثال قد ساعدكم.